انا اسمي عوض حسن محمد الامام، شفت الاسم ده فخم كيف، لكن لغبي عوض شكسبير. انا من اولاد درمان، درماني جدا، في الثوره في الحاره السابعه، وبعدك ترقلت ليه بقيه حارات، يعني انا ود السابعه قريت كورس بتاع دراما بتاع دبلوم في قصر الشباب والاطفال برضه في درمان 89، تخرجت تمثيل من قصر الشباب والاطفال قسم الدراما، وتخصصت في التدريب، يعني انه انا ادرب. من الحاجات اللي انا كتبتها والفتها وكده وفخور بها جدا مسلسل وتر حساس، كان عمله الفنان طه سليمان، كتبت مسرحيه ملف سري، شاركت في كتابه مسرحيه النظام يريد، كتبت مسلسل اسمه دروب العوده، ده في رمضان لكن لظروف الحرب ما كمل. اهدافي انا قبل الحرب، انا كنت في العيد تحديدا كنت أعمل مسرح، بعد الحرب الزول بقت أهدافه زي علبة ألوان كده، كل عندك كم حلم بتكون يا أخي متين الحرب دي تقيف، تعرف الحرب دي عصرت على الأطفال شديد، وأنا عندي حلم أعمل مسرحية اسمها سندريلا، تبقى للأطفال بطريقة سودانية وبلغة سودانية بسيطة ومقدمة في مسرح السودان، ده هو أساس الراجل. جات الكورونا، جات الحروب، جات الأوبئة، جو المرتزقة زمان، لكن عم السودان ده صندد، علمنا لك إنه يا زول ما حنك، إحنا بقينا بنستحمل أي حاجة، فالسودان علمنا إنه نكون رجال زيه، بجد نفسي بعد الحرب دي الشباب ده يلقوا حظهم، وقفوا في الثورة دي، ومفترض بعد الثورة كانوا ياخذوا جوائز، عملوا ثورة سلمية عظيمة، كانوا شايلين بعض وشايلين لافتات، شايلين فوق اللافتات شهداءهم. مربين على انه يعيشوا في ظروف ضغط شديد جدا وعندهم طموح، خلونا يفكروا ويبدعوا حيعملوا حياه ظريفه. انا هنا ما خلاص يا مان، بعد ده حصل لنا الجلوس، اي شاب وشابه عنده اهتمام بالسوشيال ميديا وعنده اهتمام بصناعه المحتوى، ما تعمل حاجه وهميه، قرب شغلتك، فيكم شباب بيعرفوا يظبطوا لكم الصور، انتوا خلاقين وبتفكروا كويس، فكروا كويس وما تحبط، الأول ما يحبطك وما في زول يحبطك، كلنا حنقول لك ما سمح، لكن أنت ما تحبط وبحروا فيه أكثر، اتمهلوا له وما تعملوا الحاجة بسرعة، ما تحبطوا. والله أنا عوض شكسبير ده أنا عمك قديم، وغررت أواكب الشباب، يعني فنان ما بعجز في عمره، الفنان بعجز في روحه، واشتغلت معاه كثير شديد جدا من الشباب، كنا عملنا فيديوهات جميلة أنا ومازن، أخيرا أنا شاركت معاه شباب حلوين، لكن هو لسه محافظ معلم. يصلي. أنا عايز أقول حاجة من منصة الحاصل شنو؟ ودار أقول لشباب الحاصل شنو؟ شنو قصة الآيز دي؟ شنو قصة الكوك ده؟ شنو قصة الحشيش؟ ما ظريفة والله، ما هتقدمك، هذا آخر شديد والله، نبتعد نبتعد من الدركس، نبتعد شديد جدا، بترهقنا نحن في تربيتك، بترهق أبوك وأمك وأخواتك، بترهقهم نفسيا، بترهقهم ماليا عشان يعالجوك، علاجه غالي جدا ذاته، غالي يا زول، ما في سراير ذاته يرددوا، ما في عنابر ذاته، ها؟ ما تضرب اي حاجه، اضربوا تلفونات بس لغاك، كيف انت وين عامل شنو؟ تعال نطلع نمشي، اضربوا عصاير، اضربوا كف بكف انكم تعملوا شغل مع بعض. الحاصل شنو؟ الحاصل ان احنا ما قاعدين نضرب مخدرات.